هذه الندوة الولائية الثانية الخاصة بالمنتخبين في ولاية عنابة. هذه الندوات هي فرصة من الفرص لأنه نتلقاو المنتخبين ونعاودو أكيد نديرو مجموعة مراجعات فيما راهو قاعد يحدث في الساحة السياسية، تقديم ما يشغل السادة المنتخبين ومن خلال العمل الدواء في الفترة هذه اللي فاتت، وفيها زوج ندوات متخصصة خاصة بالعمل المنتخب على المستوى المحلي، ندوة أخرى هي ندوة يتكفل بها السيد الدكتور رئيس مجلس الشورى الوطني الدكتور سماري عبد القادر، دورنا وأدائنا السياسي من خلال الفترة اللي رانا موجودين فيها. وراح نفتحوا نقاش اللي تم بين السادة المنتخبين والمكتب الولائي والسادة الممثلين عن الحركة الوطنية.